من شقايا اللي مضى نسناس والريح مراية اللي جاية من عكسه يجرحني اللي يقول اني معه حساس واللي يقول ان جفاك اللي تحب انسه في وحدتي بعثرت راحة ولما تياس وجعله قزما في حدسها حدسه مشيت قلبي على درب السماح وداس شي انتخف القلوب القاسية لمسه وعلي بديت كل الناس يوم الناس ما فيهم اللي يبديني على نفسه كم يوم اليوم 11 يوم والله ما شفت أم ولا شفت أخو ولا شفت أخت ولا شفت أبو ولا شفت حبيب عاش أبو طاحوس شاشة العتيبي يوم غنى طواريقه وهيض مع لحونها قلوب هواوية أرحب هيض مع لحون لا اله الا الله منها الله يبلانا الله يهب لك عقل لا اله الا الله حق خير وإن سمنت لا يتشكك ما عاد أخي ثلاث مرات وأربع مرات في ثلاث مرات ما تستحي لا يا قليل العذريب لو تستحي ما تاخذ الطيب كله عطني قرورة يا بندر تضع بنو السيدان لي ها؟ ايه تضع بنو السيدان وين؟ برا متجر غير صحيح سوي ثارة أرحب والله عليكم جبهات يا الاعتبان اللي معنا لبيك تبين ما والله ميت عليكم جبهات انت قول ابي ما لا قول عطني القرورة هذي انت عزيز امبي من جد 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 لا لا بس عثمان اللي معنا بالبرنامج والله اكثر يجيك واحد من 100 شعره زين انا والله شعره زين بس السنه هذه دي بيتي ولا ذاك ايه يا طاهر 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 طهوري طاهر طاهر طهوري ايه يا عبد الله فين عبد الله يا عبودي عبد الله يا عبودي ايه يا نواف 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 ايه يا ماجد 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 مجودي ايه يا مخلد 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 مخلودي مخلد مخلد مخلودي لا اليوم ثالث يوم ما صدقت موتا مرحبا يا ابو مرقب علشان واحد يا اهل المنطقه غالين تعزون من عزاه وتدرون من شانه الله انا توقلا شفته كما توقت المسنين ليا شافه والبراق من رزق انفانه الله الله الله
فضلك شعور تعدى لك حدود أهم بس سؤال سؤال لك نزوار أمرك صوت قصيدة نظم كمل كمل ها؟ إيه لا دوك كمل وليه ما تعطينا؟ يقولون لا بد الزمن بالغرام يدور أنا مستحيل أحب لي واحد ثاني أنا مستحيل أحب لي واحد ثاني لف لف يمين ورا يسار كذا على المربع كامل خروج على مال العبد بدا عن المقسوم وانا اقول وانا اقول ما لا يقول شلون لو متعب لو من قفاه نعاس ها وش اضبط ما اعطاني شيء ما تجاوبوا معي والله ما حد رد علي ما طلع علي سعود وشلون الومة التعب لا من قفاه نعاس نعاس وانا ظلال اني ابي يكسب رضا شمسه شمسه وشلون بناء بذاكرتي عن الهوجاس وهم قلبي ترد اليوم يم ممسه عطيت قلبي من الكلمات كلمة باس واخذت صوتي تكدر في صدى حمسه حمسه ما عاد ابي من شقاي اللي مضانس ناس والريح في مراية اللي جاي من عكسه يجرحني اللي يقول اني معه حساس واللي يقول ان جفاك اللي تحب انسى في وحدتي بعثرت راحه ولما تياس واوجاع لا قزمن في حدسها حدسه مشيت قلبي على درب السماء وداس شي انت خاف القلوب القاسيه لمسه وعلي بديت كل الناس يوم الناس ما فيهم اللي يبديني على نفسه نفسه صح الله لسانك الله يصلح بدنكم بالنيابه الله يصلح لسانك اجل القصيده اللي قصدها اليوم سلطان قويه اي والله الله يبقيك كل الله يبقيك ما سويت مشهد انا بقصر ايه صفوا على القاز وعصافن صف الرجال شقردية صف الرجال شقردية صفوا على القاز وعصافن صف الرجال شقردية صف الرجال جنتل جنتل سقال سقال عشان عطاك اللوم كلها هذا المقطار لا بدون بدون يا بدون وين بيضيق على اوه زقطه زقطه اي زقطه هذا يقول موسيقى تعرفها حاجه فين الخضراء هذا اللي درى في وجهي صفوا على القاز وعصا صفر رجال ماشي قرد هذا طول عمرك تعب خليته تستعونه زينا ماشي قرد مرقت انا مرقت بدون مول لا لا شوف يا انا انا ايوه شنو المقطار ولا وش يا رشيد طقم سطع زقطه خلاص كم قبل خلاص خلاص مرتين ايوه انا اقول صح خلاص كده احساس كله كده وانا اقول ما ادري لا لا تلهين لا تخرب لا تخرب لا متى اجين اصبر انها تنتين تنتين ثلاثه تختار من خالك واشياء اشياء ما تعرفون نشارة جنت ها تحرق طاح الزرقاء الزرقاء كلها يعني ردها يا ابو الازرق خضراء مرحب سكر خضراء ايوه جيب. والله وحش ايوه لين تخلص اجين اجين ما دريت وين بيت طلع عادي يلعبونها اربع ثلاثه لا تلهي لي بحركتي ما دخل ما اربع ما دخل يعني تبيني شخصنها معك شخصن
لا يا رجال عاقبنا كل شوي نبي اغراض ولا جاب تجلي جبلك لا وماني طالب غير تجلي انا اقول له جيب لي ارنب ما جابها فيها اوراق ابي يطوح ما جاب شيء وصوتك فون ابداع عشر يوم انت اخذ الاربع شوف في مراحل خلاص من ذي طيب بس هالشيء الاربع كلها لا مستحيل لا اصبر شو وقف هنا تبيها كلها توقف يعني لا لازم على الاقل ثلاث ولا اربع ما باقي ايوه حلوه اختر خالد ها نزله اختر بس هذه الحين خلاص شفت انت اخترت هذه ايه. لازم تمسكها لازم امسكها صح صح ولا لعيب ما يرد محمد ايشا ما يرد ولا بيع ازا شفنا حل معي شفنا حل مو بجاي راح نشوف هذه شوي شوي ورا عندنا اسبوع نطبه تجارب ما جاب علينا اغراض حلاوه حلق رجع تعبه ما عاد يغني 11 يوم أنا طالب طيب تقوم تشوف لك حل يا أبداع هو عاجز يجيب لي أرنب أنا أبي لي أرنب أرنب رشيد أرنب 15 ريال جيبها لي تردعه بسيطة ما أنا بجلس عند الباب طاق 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 بالله صح قم شوف لنا صرفة أنت حط لك كبيرنا حط لك الوجهة وأخر شيء ما تسوي لي شيء ما ينفع معه إلا القوة كان هم بخشر شيك بعلمنا وش جيت وما رد علي شوف الرد عليك ولا شوف النصر جلاد نطلبها لنا كم من دخلنا برنامج ولد انا طالب منه يطبع لي اوراق ابو محمد نطلبها لنا يومين مدري ثلاثة اوراق يطبعها لنا انا كنت بكلمها علي الحين ما بكلمها ابي جلاد انا بطلت ولا ابي فريق دعمي شوف الوضع هوني صاحي انا ظهر علانا اطلبوا بهداوه لا يزعل بس قل نواف تعبان الاذنه خمس ايام اطلب احلقه احلقه هو لازم يطلعونك كذا 15 دقيقه يا ابو محمد مو براد عليك مو براد عليك برجع اجلس انا ما انا وانت انت هور ما انا وانت هور طبعا شيء بس بعد ذاك يقول ما له عاد ما يخليها ولا ما له دخل يمكن اجتماع ان كان الوضع قاعد كذا عز الله بنكسر الباب عليه يمكن شوف ايش والله كسر الباب ايوه بكسر الباب بدون متسابقين يمكن مو رايح يجيب لا ابو محمد قلت لك اسبوع تعذر عنه تعذر له اعطيته من الاعذار اللي كفى ما عاد ينفع ترى احنا بنشيل حمله عليك انت وياه ترى احنا محترمين انا مسجور معكم انا غدي صح صح سلعي حمله اسف ما قدمناك ابو محمد الا انت كوب وتصرف معك عطنا من اعذار والله هي مشكله خلينا نروح نشوف الشباب نعطيهم اياها وارجع اربط سابقين هذول مشكله هلا وسهلا يا رايح انا يعني اعطيهم اياها يعطيك العافيه لا من سم اي لا مروني امس واعطيتهم اغراضهم واعطيتهم كل شيء مو بناقصهم شيء الله يطول بعمرك كل شيء تمام حتى قبل شوي دقوا علي الباب وتجاوبت معهم اي اعطيتهم كل حاجه اي كانوا يبغون اغراضهم ومن اصلا من اول ما اسمع صوت الباب وانا ارد عليهم على طول ايوه لا مو بقصرهم شيء بس تعرف انت المتسابقين لازم يشتكون لازم يبون كل شيء في وقته يبون كل شيء على طول حتى القهوه السوداء من قبل ما يطلبونها انا كنت حاسس انهم يبغونها وطلبتها لهم جايه في الطريق الحين كل واحد كوب قهوه ايه خلاص ولا يهمك الله يعطيك العافيه ها محمد وينك خلاص اللي جبت القهوه حقتي والمويه احطها في غرفتي اي بلا لا المتسابقين ما يحتاج جيب لي قهوه بس انا عشان اروق وبعدها تابع حلقتي وانام السلام عليكم سلام صباح الخير شي شفناك عندي اغراض عيال انت تعلم يا ابو عيسى انت ابو عيسى داح تعال إيه؟ جبت اغراضي إيه تعال الله يبيض وجهك والله انا احرص احب احرص عليكم دائما واحب ارد عليكم اول باول ما احب اتاخر عليكم بس انتم اعطونا مجال الله يصلح اغراضي جبتها اي اغراضك هذه الله يبيض وجهك سف
لا يهينك الله يعطيك العافيه. لا انت لا انت لانك انطيت بس بيض الله وجهك. عليك ولا يهمك ان شاء الله كل شيء اول باول. سعد طويل كرك 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 حليب كرك حليب هذا حقه الكرك وابشر ما راح انت اخر ان شاء الله. معذور يا ابو محمد انت مسؤول علينا الله يعطيك العافيه. يعني كل شيء عندك انا هنا انا هنا لخدمتكم الباقيين. الله يعطيك العافيه. يلا سريع ما يصير. ليه؟ ما يصير. ابو عيسى صديقكم اخوكم اول ما جيت وبابا عيسى بابا عيسى واخر الحين ما ادري ايش تقول سروال عجوز. غطي بشماغك غطي بثوبك. باب ودريشه ما يكفي. غطي وق انتظر يا اخي ركبنا لكم الباب اليوم. بيض الوجه. الواحد لا يستعجل. الباب لك 11 يوم. خليك متفائل. امسك. هذا التجليد. اي هذا التجليد. الله يبيض وجهك. كل شيء جاي في الطريق حتى القهوه السوداء طالبها من مكان من اثيوبيا. مره اليوم واحد من اخواني يقول افتح لي الباب ولا اعطيني اوراقي. اما اجيب اوراق ولا اخليه يروح لحاله. ما هو بكلام ذا. استاذ علاج استاذ علاج ماني بسمع. انت اسمك عندي في الكشف اذنك فيها محقق طارشه موجود. متى يجي الدور يا ابو عيسى؟ باب محمد. محمد عيسى. باب محمد. حلو حق حل. حلو حق. لا. حلو حق نحتاج خير يا شباب واي شيء. دقيقة أي دقيقة طلب بسيط. ان شاء الله. هو يبكي. دقيقة محمد عيسى. محمد عيسى. محمد عيسى. ابو عيسى. محمد الارنب يا عيسى الله يسعدك كلمك. محمد عيسى الارنب يا محمد. الارنب يا محمد عيسى. عيسى. لف قريش يا شيخ. الله يبيض وجهي والله احنا جاب اغراضنا يا ابو محمد. جاب الجندر. بس باقي الرجل. يا محمد يا محمد صور ما يصير الكلام هذا. يا سعد يا اخوي سعد اخوي سعد استحينا منك قدرنا. شوف الشباب عليه خصم. لا تجيني تطلبني بعد شوي فيه. لا 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 بيضل. انا استحي منك والله بيض وجهك. انا احبك يا سعد. الله يطول عمرك. انت شخص صديق الكل. الله يبيض وجهك. انت شخص تسعى الى الكل. الله يطول عمرك ابو عيسى ما قصرت وشكرا لك. هذا تبغيه؟ اي هذا ابغاه في السالفه. خلاص 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 يلا يعطيك العافيه. امشي خصم عليك بخبر. تعال تعال اقعد بس. لا اذا جيت طلب منه يقول يصير خير. جاينا مع الطريق احنا طلبنا مع السواق. السواق القديم راح عن جانا جديد. الصور اللي في جواله شفت لها حل. الرجال جواله في يده ويصور. كيف حالك؟ والله بخير الحمد لله. شلونك؟ والله بشتك. تبغى جوال؟ اي تكفى. تبغى تكلم؟ اي تكفى يا ابو عيسى. تكفى يا ابو عيسى. المايك حقك شغال وطافي؟ شغال. مخصوم عليك صح؟ شغال والله. خلاص ضبطك انا عليك. والله شغال يا طول عمرك. تبغى كل يوم قهوه؟ اي تكفى ابوي امريكانو. امريكانو. تبغى كل شيء؟ ابغى كل شيء تكفى. بس في شيء مقابل. مقابل؟ وش؟ تقدر ولا لا؟ اقدر. اكيد؟ اكيد. ابغى اي واحد من الشباب لو يحك اذنه تقول لي ترى حك اذنه. يفكرون يطلعون من هنا من هنا تعلمني. تجلس معاهم تسبني. محمد عيسى ايش فيه؟ محمد عيسى شو؟ محمد عيسى ما يجيب لنا اغراضه. محمد عيسى ما هو كويس. ما هو كويس. يلا علمني ايش تقول عني. محمد عيسى ما هو كويس ما يجيب اغراضنا ما ي... ها بس عشان احس انك يعني كويس. اي كويس. اسلم. محمد عيسى ما هو كويس. محمد عيسى ما يجيب اغراضنا. محمد عيسى ما ابتسم. وثقت كلامك كله مسجل عندي. حلو. تروح من هنا من هنا اوريه اصحابك. اوكي اوكي. ابغاك تشوف جواله. اي شيء يخططون عليه تعلمني. كل شيء عندهم تعلمني فيه. تجيني بطريقه ايش؟ ابو عيسى ابغى اكلم. ابو عيسى انا تعبان. ابو عيسى انا انا فيني فقر دم. جيبها بطريقه من دون ما حد يدري. احد يدري اوريهم المقطع الفيديو. طيب ابشر. تبغى اوريهم انا الحين؟ لا 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 علمني لا لا. كل شيء. اعلمكم كل شيء يا ابو عيسى. لو اللي ما اللي ما يصلي اللي ما يجي لو الفقرات لو كذنه اي شيء كل شيء سجله كل شيء بالترتيب كل شيء اعطيك صفحه كامله عنهم. سجل كل حاجه وجيبها لي هنا. ازهل اضحك حبيبي. تمام تمام. تبغى تكلم؟
اي ابغى اكلم تكفى. انا إيه؟ انا لما اقول لك تكلم اعطيك جواب اتكلم، ما هو انت اللي تقول لي اوكي خلاص تم. تمام ابشر بعيش. يلا روح اجلس معاهم الحين، وابغاك تسبني وابغاك تتكلم علي. ابشر يلا روح. اذا شفت احد منهم مع شيء، اذا شفت احد منهم على طول اي واحد مع شيء ولا هذا الشبي ذا خاصم على بندر قرقاح. يلا اطلع برا يا بندر، اطلع برا يا بندر قرقاح، بندر قرقاح. اربيز اربيز خصم 1000 على بندر قرقاح لو سمحت يا بندر، لو سمحت لو سمحت لو سمحت اطلع لو سمحت لو سمحت مكان لو سمحت لو سمحت لو سمحت لو سمحت لو سمحت لو سمحت خصم على بندر قرقاح. طيب الكلب هذا لو سمحت هذا مو بس لو سمحت لو سمحت إذا عقب أكلم أهلي ألف. يا شباب والله أبو عيسى ما يقدرنا، ما يجيب أغراضنا، ما مش لنا 11 يوم نطالب ما جاب شيء، توه يجيبها الحين. قبل شوية أطلبها أقول إذا قالوا لك العيال شيء ولا جيب أغراض نفذ الأوامر، يقول طيب طيب وخبر خير جاي مع الطريق. يا ولد ما سنعني ولا قال توكل على الله، اخر شيء طلعت منه صورني يبغى يخصم علي، صورني يبغى يخصم علي. ترى يصوركم ذكرى، اي واحد يجي يصور ذكرى. لا قبل شوي قبل شوي يصورني ويوثق ما ادري ايش يبي. ما ظنيت انها ذكرى، لكن الوعد السبت النكبه هالسبت كلكم صوركم كلكم حلاق طلبناه طلبناه حل يا برواح. يبغى يخصم عليك يخصم عليك اغراض ونصها ما جاء يخصم عليك. بيصورك بخصم عليك. والله ما علي منح. لو سمحت كيف حالك؟ ابغى الحلاق اللي امس وصيتك فيه. حلاق لي اربع خمس يوم. كلمت اخوي علي رويه بيجي ان شاء الله الساعه 3. الحلاق ان شاء الله. الساعه كم بيجي؟ الساعه 3. يصير خير. اكيد يصير خير. طيب كلمني ابو عيسى. يصير خير. طيب شوي ابيك بس يصير خير. الحلاق بيجي اكيد ولا لا؟ يصير خير. سير خير. علي بصور. علي لا صورك تعال. والله انا غلط رجال دخلت معه قبال ما انا غلط يا مسلمي. ها صوت لك سعد طالع كمتني رجال دخلت عنده في الغرفه بعطيكم بعطيكم زين وخبر خير. ما جاك شيء. هو يقول على الوضع انت راها عندك انت وبرباح. وين برباح؟ الاغراض اللي باقي لاخويانا ما جت هذه اسبوع كامل. يلا وصلتنا اغراضنا، يلا وصلتنا تجليد وشنطة صنعانها غير ثلاثة اللي جاب اغراضهم، الباقيين اللي ما جاب اغراضهم تراه عندك وعند ابو محمد. عند ابو محمد انتم اللي تعذروا له وتقولون اعذروه، ها بنعذر لا يقعد اسبوع. الوجه من الوجه ابيض ارنب ارنب ما جاب هذا الشيء. اي شيء بس ارنب. ابشر ابشر ارنب يا ابو رباح. انا مدخلني معه داخل يوم طلبت الاغراض وخلص يصورني بالجوال. صورك؟ صورك. هو يقول يمه بعد ذكرى ذكرى انا اقول هذا ذكرى لي مو معجب ويقول خصموا عليه 1000 لانك بقيت عندنا خصبه ما جاب الاغراض. انا كلمه للحلاق اسبوع اكلمه عشان احلق لكن تنفرج ما طال شيء. ارنب 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 احد عجز عن ارنب. انت والله العظيم ولد اطفال مو منتجع شو الطلبه من حقه يا اخي ما يستنزف شو ارانب عاد زينك يا تخنق رقيق حقوقكم متسابقين يا اخي. ارنب طلباتكم احلام العصر اللي هو ارنب 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 حمبه 15 ريال ما يقدر يجيبها. اعطيه الصرافه بس يجيب لي ارنب العمه. يا شوفكم شنو اللي قطعته مقطوع ذنيها شوي على طار شو مقسم الله يرزق ضربنا. هو وين راح ابو عيسى؟ في ديك ودجاج هنا العمه. لا
في الحوش. رشيد ما يبي الأرنب. وش تبي لونه؟ أرنب رشيد. لا شرب الخير شرب اللوز. رشيد. أنت وسع خاطركم. أنت شو تبي يا رشيد؟ أرنب أرنب أرنب. عجاني جنت يجيب لي أرنب. أبشر أنا أجيب لك أنا. جنت المبتدئ. خلاص. ما يحلق ما. أنا بيحلق ما هو بعد أرنب. أنت بعد يا جنتل ما سويت شيء. محمد عيسى محمد عيسى. ما خلاص خلاص أخلص يا ولد. أرنب. أرنب 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 أرنب. أرنب والله أرنب. خلاص أرنب. لكن نتمنى من محمد العيسى والشباب إنهم يمددون للجنتل أسبوع ثاني. لأن الأسبوع هذا أنظلم فيه أنظلم فيه. بإذن الله. وبنشوف بتسوي شيء ولا لا. بإذن الله. كنت تجينا بالتلفون خلهم يمددون ويعطونا الصلاحيات بس سوى السواية جاب الباب وجاب الأمور ولد بيض الله كل أبوها كل أبو محمد صالح إبراهيم هذا 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 سفيرنا عنده عقب شق الأنفس بغينا نشق ثيابه هذا صح خلوه خلوه أرحب سلطان صفقة يا عيال صفقة لقيت ابو عيسى يا ولد جانا ابو عيسى قبيل والله جانا 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 جاب الاغراض اللي طلبنا لها ربي جاب اغراضي لا اغراضك اللي طلبتها اسبوعين بطنه كابر يبي له مع مدرب كوتش مغرب يلعب قصه يا ولد يلا صورنا قبل يروح كم صوره هذه حركه قبيل حتى وانا طالع المسجد قاعد امشي كذا قلده ويا درت له تشك 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 ودرت له ظهري من ورا الخله كم الساعه يا عيال تلقون كم الممري عنده في التليفون ها كم الممري عنده من كذا مصر عندك كم جوا كم الساعه في مع ساعه والله سعيد مرحبا ما شاء الله ننقول مرحبا ما شاء الله احيى هذا انا استاذنكم عندي بث انت تقول يا صباح الخير والله في الصبح سعيد يقول عندك بث انت الساعه 6 مغيري 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 ان شئت بعدين ما ينقطع اذا اذا سالوا عن بندر يلا يلا علمني يلا راح اخذ اللي يقول اسم اي واحد فيكم ازل هو شيء الله يلا نقلنا نقلنا يا عيال بث خلنا نروح يلا 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 همتكم يلا يلا كل واحد يشيل المخده ارنب سير بس خلنا خلنا نجلس 10 دقائق الاداره كلمونا 10 دقائق اسمع اسمع لودكم لا بيمدد طول الساعه 6 ما عاد يمديك شيء والله يا ولد ابرد هناك قوم انا بناخذ برشادي وخليكم البرشه واحنا تعالوا تعالوا والله فله يا عيال قسم بالله هثل يا ولد بدون برشه هذه من الليل احنا فيها نبي نشوف الطبيعه نشم الاكسجين نبي نشم اي لعب فينا النام بسم الله الذبان ذا هيا نقعد بدون فرشة بدون فرشة أحسن إيه؟ أحسن يلا يلا بدون فرشة بدون فرشة شباب بدون فرشة لا 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 والله بطل يا صد صد لا 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 وحش 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 لا 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 يا لا 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 والله اني احبك كله وقفنا عند بابك مالنا مطلوب بس انك قليل الرابع شوف انا معاصينا كبار وعفوك اكبر من معاصينا جدنا انت شيك لا 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 كذاب والله انك طرح الدورين ادري من هي لو شوف 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 سوي كذا لما الجنتل ما يجلس على العشب ما صبر كل شيء تلوى ما بس هذا صعب حتى لو أدم تلوى يا مرحبا يا جبريا جبراسد يا حصة وش يقول اعتز بك يا فيصل المدارية ها اعتز بك يا جار المدارية يا صديقي اني والله ما عاد مراسي هذا ولد عمي يا سكته سود الايام نعم اني والله ما عاد مراسي
استاهل بعد الله من كبير مره لا 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 عندك صوت وانا الرجال اللي حبيته تراني بين لك صوت والله انك بينت للي في القريه كلهم ها بينت للي في القريه كلهم بيض الله هذا يقول حمر عين انتبه هو هو اي اليوم اليوم موعدك مع الكوتش الكوتش اليوم يا الربع اجهلوه عندي توعدنا وياه بس طيب خليكم لحالكم لا خلوكم داخل ماكم دخل اللي يصير بيني وبينك لا 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 ادخلوا داخل انتم لا 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 لحالك انت برا انا لما هو يبغى هو يتكلم قدامك وتشوف كيف انا اخليه شوف كيف احنا ما احنا داخلين انا والله مخليك انتم مين تدخلون انتم الحصه لازم انا ما راح اجيكم انتم خليه هو قدامكم مثل ما صار كلام هو سلطان قدام اخويانا انا اصير كلامي نفسه نفزع ولا كيف لا شكرا شكرا استحوا انا خادمكم عطره وش اسمه عطره ايش تبي نواف انا كم الساعة؟ خليني اشوف عيني. انت واحد تقول ارنب، احد يحك كذا. ها كذا الناس. ترى انت طارح بعد البث. لا لا. هي ها. يلا غنوا ولا شجعوا ولا شجعوا. حركونا شوف. اي سعد. سمح لي لا ترجع. لا. طيب تعطنا فقرة رياضية أبو كمية علي أشهد الله ما يوصف غلاه شعور تعدى غلاه حدود الإنسان الإدراكي يقولون لا بد وانا مستحيل احب لي واحد ثاني سلام اغني لك رشيد صاحب دنيا طول عمرك غن شل شل السلام عليكم يلا مرحبا يا رجال يا صباح الخير طلعت الصبح السعيد هذا صحيح طلعنا تنا ما عاجبين اجل عندك ما افتكتك لا لا ما افتح زول انا اعرف الواقع بس انتم الله نسيت اعلمكم ايه نسيت اعلمكم والله العظيم عندي درس درس عندي درس كلكم كلكم تعالوا هناك والله عندي درس نسيت اعلمكم اي والله نسيت وانا اقول ايش ناس ايش ناس علي اي والله شباب عندي درس يا وصف غرائك شعور تعدى غرائك عزيز اوصيك على الرجال قد انت اللي رايح هنا طالع من برا 10 دقائق غرام يدور الى حب لي واحد لا كثر الرب يا ولد تكفى يا انا فداك يا بابا انا ما الو صدى موجود هذا يا رجل انهبه صار يهرج المايك ويهرج الكاميرات يا عيال تكميل ترى الشرح ذا لا فاتكم فاتكم كل شيء اسمك راح يسمعون يا ولد تكميل بعد 10 ثواني ما فاتكم ها
الو يا ولد، عشر ثواني ما جيتوا فاتكم الدرس. درس الو ما عجبهم صوت. ايه وش العلم يا شيخ؟ الله يليك ابداح والاخ نواف. شيخ درس درس درس. تبي مساعد؟ قد علمت به الشباب الصبح. تحتاج مساعد يا ابو واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عا شا را ها عشرة. الدرس يا شباب اللي هو ايش يسمونه؟ الإسعافات الأولية. زي الإسعافات الأولية بس لها اسم ثاني. التدخل السريع. إمرجنسي إمرجنسي. الأمر الطارئ. أثناء حنا تغدى ولا نتعشى ونضرب مثال أن سعد تفضل ثاني مرة لا تأخر. ها وش كنت أقول؟ إيه نتغدى ولا نتعشى مثلا والأخ سعد غص. أبي لي واحد أسوي له مثال. غص يعني شبت اللقمة في حلقة. يلا شوفوا كيف الطريقة. تعال شوفوا كيف الطريقة. ما قلت لكم سكن غيره غيره. غص ما يتحمل ضعيف. لا لا مثلا انت غصت اغص. لا لا تغص بس اعلمكم وش الطريقة. تمسك الرجال منه ها والايد وش تسوي بها تقول كذا كيف يلا انا بغص انا بغص انا بغص. ارفع ايديك بس اسمعني انا بغص وانت تسوي. لا تغص احنا داري ماك بغاص ان شاء الله. اخو سارة لا لا هذا هذه روحك طلعت كذا. تمسك يدك كذا ها بحركة حلوة. وكيف تسوي يديك ترفعها لأعلى. دقيقة عشان أعلمكم ما بتشوف الحركة بس الحركة يديك ترفع يديك وصدرك تكون الدف. يا أخوي أدو دقيقة بيجي تمثيل شفهي و اسمع الدرس ترى يفيد 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 ويستفيد. خصم عليه. ايه ايه في خشبه هنا. الوقت الوقت ولد في خشبه هنا. سلام عليكم اجلس. سلام عليكم. شوف عيد الشر عيد الشر. ايديك تقول بها كذا ها. شوف ايديك تقول بها كذا يا صد صد. وترفع وترفع ايديك فوق ومع مع نفس الوقت تدف صدرك. وهو يسوي انت خليك انت الحين ناس بتك. ايوه تقول كذا ها. وش تسوي؟ الصدر ايه وتحطها منه. شفت هنا هنا العضلات لساني كم الضلوع. شفت الضلوع ساعد ركز الضلوع منه الان كبيرنا وطولنا عشان شلنا صح ها. وتكون كذا مع دف. لا بسم الله عليك نسيت الدف دفه شوي شوي يا ولد. ثلاث اربع خمس لين تظهر اللقمه من ابين اهو. تظهر اللقمه من من الشخص من الشخص حجت. فالواحد يكون مركز ما بيجيك واحد اكل اللقمه. اهبده فظهره اهبده اهبده اهبده. كيف يهبده كيف يهبده علمنا. لا لا كذا طاع 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 يهبده يهبدك مع ظهرك. لا هذه الطريقه اعتمدوها لصالحكم لصالح اخوياكم. ها واحد وشو وغص عندي اثنين وانا واحد كذا اخلص بواحد اقول لك ثاني على طول. لا تجلس تضيع بينهم خليك صح. والطريقه الثانيه ولا تبون اشرح لكم؟ لا لا دلفين دلفين. ها الكاتشب اللي قبل شوي سلا. ايه واحد طاح ذا اخوينا ذا طاح قبل في مقر دم انسرع شوي. يا ما انسرع جاهم واحد قال عطوه عطوه طماطه في فقر دم عطوه طماطه يصحصح. والرجال دايخ دايخ ما هو بحال طماط ولا يحسب انه عطاه الطماطه على طول كذا تفاحه قصدي طماط يقول فقر زين فقر دم. فلان سرع الواحد اول شيء توسعون ويجيه واحد مختص ويغسل وجهه بالماء ويرشه بالماء ويفك ازراره ويهف عليه شوي ويشله ويشوف له المختص ما يوديه للاسعافات الاوليه ولا يشوف له دكتور. ما بتجتمعون عليه الرجال يدور اكسجين ترى قسم بالله العظيم لو تركزون على كلامي كله حكم وكله معلومات لكن انتم اعطوني فرصه بس. يعطيك العافيه يا ابو طحوش. وترى البقدون الزين للمسالك البوليه. ها القلب لا البقدونس تطبخه كيف طريقه. هذه معلومات صباحيه. البقدونس كيف تطبخه وكيف تستخدمه للمسالك البوليه وللكلى. عندنا مشاكل.
تحطه طال عمرك ما تدخليه يطبخ ماء ولا طبخ الماء حطه حط البقدونس تنتفع وتحط البقدونس وتسكر الغطاء وتخليه يقلب قلبه واحده طف متى تشربه تخليه يبرد تماما لا برد تماما ثم تشربه اشربه واصل عليه مفيد للمسالك البوليه مفيد للكلى والذاكره والقلب ايضا وان شاء الله خلوكم معنا معلومات ثانيه مفيده لكم ومفيده للشعب ومفيده للاخرين شكرا كل ما جابك الشوق عندي والحنين كيف تنسى المحبة مبعدا مني كذا ها كذا مغفرقك تحديتني لين أجلب الناس عندي كل ما غني زعلان ما تبغى الرضا وانا على جمر الغضا واذكر زمان قد مضى شي انفا من جد ما بغيت تسلي تراك عندي ذليل الله يطول عمرك يا ابو نايف زعلان ما تبغى الرضا وانا على جمر الغضا واذكر زمان قد مضى وشي فات من جد ما بغيت تسلي تراك عندي ذميل تصرح وقل لي وش عاد تبغى يبين وش عاد تبغى يبين كيف ما جابك الشوق عندي والحنين كيف تنسى المحبة مبعد مني أهم قوى فرحك هم كيف تسوي قوة هم زعلان ما تبغى الرضا وانا على جمر الغضا بس 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 لا انت وش هذه الربع كيف ما جابك الشوق هذه الصباحيه دائما الصباحيه تم 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 كل صبح لازم نغني الصباحيه احنا يا الربع مثل ما قال رشيد الله يبيض وجهه قه احنا عندنا مستودع العيال باسمك حطان يا ولد يا ولد يبغى رجل يبغى ركبه يبغى صدر مستودع حقنا يا ابو اطلب ان شاء الله الطلبات اللي انت طالبها يا اخي ندمنا ترى ماجد طايح اليوم على صدره من ماجد وانا ما ايه وانا ماني بسمع بعد انت تدريك كبار لازم نبيك طلبيه اسبوع طلبيه الا رجلي خلصت وش موضوع اللي طلبته انا؟ ما اسمعك الموضوع اللي طلبته انا مفاصل الدفان اليوم طاح على وجهه اسمعوا قولوا امين امين عسى محمد عيسى اليوم يجيب بطاطس حروف عشان نعطيها الشباب اللي في اللوكيشن مره ثانيه اللوكيشن نبي نعطيه الشباب اللي في اللوكيشن والله يا ولد نبي اغنيه صباحيه على ابي حلق ها حلق زين حلب حلق حلق لا انت رابح صقر روح لازم تروح نطلب لك شيء فخم انت ملك من قبل لا تصبح ملك وانت اللي الله تامر وشعبك قدها الدار دارك والوطن كلها لك هلا كمل لا يوقف هلا انت ملك من قبل لا تصبح ملك انت اللي تامر وشعبك قدها الدار دارك والوطن كلها لك وانجادك تحير شعوب تعدها انت ملك من قبل لا تصبح ملك وانت الذي تامر وشعبك قدها الدار دارك والوطن كلها لك وان جادك تحير شعوب قدها الله يا سيدي من اولك
لين آخرك يا سيدي من أولك بدون لين آخرك أمسك جوك عطم عمرك الله يطول عمرك استاهل لك جز وعمارة اسمع أنا يا ولد اهدا لأبو قرقاح سلام دحنينا تحب بيت بيتي ظل من الكويت ظل حب بيت بيتي تحب من الكويت تحب بيت بيتي تحب من الكويت تحب من الكويت تحب بيت بيتي الصراحة وقل لي وش عادة تبغى يمين وش عادة تبغى يمين زعلان ما تبغى الرضا وانا على جمر الغضا واذكر زمان قد مضى وشي مات من جد ما بغى تسلي تراك عندي ذمين من دون نجران وحده سعودية لبه يا الموت ما دام العمر غالي لبه يا الموت ما دام العمر غالي سقنا على الموت خيال سعودية لبه يا الموت ما دام العمر غالي لبه يا الموت ما دام العمر غالي حدود السعودية ماجد حسيت عجوز الموت ما دام العمر فاني لبه يا الموت ما دام العمر فاني سقنا على الموت خياله البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا إلا هدا أيها المبعوث فينا كتب الأمر المطاع جئت شرف المدينة مرحبا يا خير داع وطاع البدر علينا من ذنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع أنا البارحة ما مشيت والمسلمين أرقول يوم هلو كل بيه كل يوم عطوني صدق أمشي بعزكم يلا أترك 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 نبي شيء الختمية أنا بمشي يلا صغير مت ماجي عزوز بالأسباب تزعل وتجرح بالكلام تقلب الدنيا على راسي وتروح لا معك ينفع عتاب ولا ملام وين أسافر عن عذابك وين أروح انت والدنيا يا قلبي علي وانت غير الناس عندي وكل شيء انت والدنيا يا قلبي علي وانت غير